كان عنه يمنع من الاستفادة من حقه في المعاش، ولأن كلام الظلم لا أحد لا هم نحيل الكلمة ليتحدث عن ذاته، ولهنا نطلب منه التعريف بشخصه وبصفته الوظيفية السابقة قبل الدخول في المشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ لي بدين بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبغي نشكركم على هذه الاستضافة اللي عدلتوا لي، وراجعنا عند مولانا أنني من خلال منصتكم هذه يوصل تظلمي، يوصل صداها أقصى الجهات المعنية اللي مسؤولة عن التدخل وإنصافي وإعطائي حقي. المتكلم رقيب أول متقاعد محمد عبد الله ولا خيارهم، الرقم العسكري 89 78 51، الرقم الوطني المعاش 20 21 147. أنا تمت إحالتي. هم بعض المتابعين يسولوا عن سلكم توضع عن ولا هنعم بات عدلاح حق وما عندنا التقاعد التقاعد ينقسم إلى عدة أقسام. في تقاعد نسبي، إنسان عاد عنده 15 سنة في الوظيفة العمومية والله عنده الحق في شيء، قالوا التقاعد النسبي بعد 15 سنة اللي نعدل الاستقالة، الاستقالة نعطاله بناء عليها التقاعد. عندنا تقاعد ملي، شيء قالوا تقاعد الأقدمية يقولوا له ريتري دانسينيتي، كيف تقريبا إنسان عنده تأشيرة والله علامة قياسية ما دام تقريبا حرسي اللي حق 20 سنة، من كل 5 سنوات تزيدوا ب 20 نقطة، تزيد علامة قياسية اللي لا يتم يخلص عليها تزيد ب 20 نقطة. ذيك العلامة القياسية بالنسبة للحرسيين توفى عند 20 سنة، وبالنسبة لضباط الصف توفى عند 25 سنة. فم تقاعد النهائي اللي هو تقاعد العمر، ما يسمح العمر بأنه يواصل، ذاك تقاعد السن يحال التقاعد. أنا ماشي في نوع من التقاعد قالوا تقاعد النسبي بعد 15 سنة عندي فيه الحق، وطلبته ونعطالي. الأسباب والدوافع اللي جعلهم يمنعوني تمنعني مصلحة المعاشات من تقاعد من الاستفادة من حقي. نبقي نبين لك على أنه هي المسألة ما هي مسألة قانونية. أنا منعني جهاز، ما منعني جهاز منع إدراجي في قائمة البيانات اللي عنده نظرا لأن تاريخ اكتتابي فيه تاريخ ميلادي فيه خطأ، وتاريخ الميلاد يعدله حسبه باش تعرفوا. أنا تقريبا مكاتب يوم 2 في شهر 7 من 2002 معايا، وأنا تقريبا خلاقتي اللي فيها الخطأ على أني خلاقي يوم 31 في شهر 12 من 1989. إلين تقلع هذا الميلاد من هذا لا يبقى عندي، تعود عندي 12 سنة وست أشهر سابق الاكتتاب، لأن عود كأني تم اكتتابي عندي 12 سنة وست أشهر، وهذا تعرف ما يصح. مولاها قاصر ما قد كاتب، لكن فهمتوا المؤسسة العسكرية مسموح لها بأن كاتب رجاج عنده 16 سنة، وأنا خلاقي تحديدا يوم 31 في شهر 12 من 1985. إذا تقلع عام 2002 تقلع منها يوم 2 في شهر 7 من 2002، هو أنا تم اكتتابي عندي 16 سنة وست أشهر ونهار. هذا الخطأ اللي موجود في تاريخ ميلادي اللي هو لترانتين دوزيام ومينيا في صانكة رفنفنف، إلين داروا هم في بيانات جهازهم اللي هم مصلحة المعاشات أرفضني، قالوا على أن التاريخ اللي تم اكتتابي عليه على أنه ما يجد صح، على أنه قاصر، على أنه السن التحتاني مسموح به الاكتتاب 16 سنة وأنا تحت 16 سنة. عند مصلحة المعاشات طريقة تعالج به الملف، كيف على سبيل المثال أنا عندي 17 سنة في الخدمة وعندي الحق في 15 سنة، تبقى عندي سنتين تقريبا وسبعة أشهر فاضلين يقبلوا ويزيدوا لي بينهم سني في حالتهم جابوا الملفات كيفتهم، جابوا رجاج تم اكتتابه وعنده 14 ولا 15 سنة، خاصته سنة والله ثنتين يخلصوا السنوات اللي عنده فوق الفترة المحددة للخدمة ويكملوا بها سنه قبل اكتتابه، يقعد كأنه تم اكتتابه ما هو قاصر. إلين خلصوا لو أنا عمري 12 سنة في تاريخ الميلاد اللي عندهم وعندي من الخدمة 17 سنة، باقي لي سنتين، إلين يديروا سنتين عندي 12 سنة وعندي 14 سنة، ما زالوا خاصيني
سنتين عن تاريخ الاكتتاب. بناء على هذا قالوا انهم ما قدوا يدرجوني في قائمه البيانات اللي عندهم، ولان هذا الخطا لانه لابد ان يتم التغلب عليه. وعدوا رساله ذهيه عدلوها، عدوا رساله ذهيه، عدوا هذه الرساله عدلوها يوم 24، يوم 24 في المودود اللي هو الشهر الثامن من 2021، وردوه للحرس موجه تحديدا لقائد المكتب الاول اللي هو مصلحه مصادر البشريه لافراد الحرس الوطني اللي هو العقي يا احمد ما في مشكله، اللي هو العقيد قائد المكتب الاول. هذا العقيد قائد المكتب الاول مشاو رساله بينوا فيها اسباب رفضهم للاستفادة من حق المعاش. اذا انت مشكلتكم مع الحرس، مشكلتك مع لا ما مشكلتي لا ما هي مع المالي، ما هي مع وزاره المالي، مصلحه المعاشات، مصلحه المعاشات جهه ملف ما وصلها. وردته للجهه اللي جايه من عندها لان ما قد يستقبلوا، لانه بالنسبه لها خاسر، والنصوص القانونيه تقول انه ما قد يصح لاني ما قد يتم تشغيلي قاصر. ردوه للحرس مع توضيح الاسباب اللي جعلتني ما استفدت من الحق. الحرس يلا تتعالج الملف، يلا تتعالج الملف، لاني انا خدمت 17 سنه و7 اشهر 18 يوم، وبعد 15 سنه عندي الحق بالمعاش. هذا الحق كافر لي قانون عطالي، يا غير الطريقه اللي قبلتوني انتم بها، ولا الطريقه اللي مشيتوني بها، ولا الطريقه اللي بها الملف خاسر. اذا لابد ان يتم تصحيح وضعيتي. بناء على ذلك جيت انا لعقيد قائد المكتب الاول، و في 2021 عند منين ردوا لهم الرساله، قلت لا نراجعهم على انهم يحاولوا يصحوا الوضعيه، يعني نغلبهم من تصحيح الوضعيه من خلال الطريقه اللي قلت لك، بعد انهم يقضوا السنوات الاضافيه اللي عندي فوق سن التقاعد ويزيدوا لي بها عمري، كان عود ما كان نلحق الرشاد، سن الرشاد، الى ما قد ذاك يصلح. قبل ردوا الرساله، يعني ردوا الرساله جيت الحرس، قال لي قائد المكتب، قال لي ملفك جاني، ملفك قال لي جاني وطلعت عليه. يا غير قال لي ما عندي فيه تدخل، ما قد ندخل فيه لانك تم الاكتتاب، قال لي بطريقه قال لي غير قانونيه. قلت له انا ذاك هو اللي ردهم علي به، قالوا لاني انا ما قضيت قدمت خلال خدمتي معاهم طلب تصحيح. انا ما نعرف، هذا تقريبا السؤال اللي كانوا في مستوى من السوقيه يجعلوا ما يطلعوا يصدر من هيئه حكوميه محترمه، تلزمني انا كفرد بعد اني نصحح وضعي، هم اللي مسؤولين، هم يلزموني، يلزموني انا، هو انا ماني رصاف من الحيط، انا جيت لجنه اكتتاب، انا من المفروض في الطبيعه في الحاله العاديه لاني جيت لجنه اكتتاب جايب ملف، هذا الملف يلزم يتكون من على الاقل ست اوراق سبعه كلهم حامله تاريخ الميلاد، فيها شهاده مدرسيه، عدم تبريز، شهاده صحه، عدم زواج، فيها بطاقه تعريف، فيها مستخرج، هذو كلهم على الاقل اللي تعود حامله تاريخ الميلاد. هما قالوا انهم رافضين على انهاء الادراج الهامني على انه ما قد يصح، على انهم لا يعتمدوا لا الاوراق الاولى. هذا فيه مسالتين، يعودوا لا يعتمدوا الاوراق الاولى معناه انهم لا يعتمدوا على انهم يعودوا كاتبين عندي 12 سنه. لكن تحمل خطأ؟ تحمل خطأ طبعا هم. انا هو بلمني قلت لكم عن القاعدين، عاد هو فيه خطا اصلا وانا نعرف انه فيه خطا، حاول التصحيح وما زدت في المؤسسه يا غير قلبني. كانك انت الخطا اصلا على بينه منه؟ هذا الخطا انا تم الاطلاع عليه 2008 لاني انا اصلا ما قد صحيت في تصحيحه؟ لا، لاني صحيت في تصحيحه يا غير، ما كانت عندي الاوراق اللي تثبته. نحن المؤسسه العسكريه تم احصائنا ذيك الساعه، اعطاونا مكاتب الاحصاء خاصين بنا، وتم احصائنا على الملفات اللي عندهم هما، على الدفاتر اللي جايين من عند المكتب الاول اللي هو مكتب مصادر مصلحه المصادر البشريه. ذاك الملف تم احصائنا عليه، تم احصائنا على البينات اللي فيه، والله على المعطيات اللي فيه، ولا قبلنا التصحيح. مبدئيا كيف قلت لك اني انا ماني مسؤول عن تصحيح وضعيتي من غيره، انا جيتكم الدور مش دخل وانتم قبلتوني
واعترفت انكم قبضتوني وشغلتوني الفتره اللي حق لي فيها لحال المعاش وقلبتوني اعطاني. تم حرماني نظرا الخطا فيه. والخطا تم التغلب عليه. رجعت الحالة المدنيه وجبت لها جميع الوثائق اللي طلبت مني على انها تثبت على اني انا اخلاقتي ذي هي، جبتها لها وقدمت عندها طلب تصحيح وصحت لي وصدرت لي واعطتني مستخرج. هذه الوثائق المؤمنة هي اللي صحت لي وضعي، هي اللي صح بعد تقاعدي طبعا وبعد هاي العرقلة، بعد هاي المشكلة اللي خلقت، جيتهم من دور تصحيح وضعيتي وجبت لهم، قال طلبوا مني إحصاء 98 وجبت لهم إحصاء، جبت لهم إحصاء 98 اللي هو يعادل تقريبا مرجع. فيه السن اللي تكفل لك، فيه السن اللي تكفل لي لأني أعود عندي الحق. فيه خلاقتي 85 وعدلت عندهم طلب تصحيح، عدلت عندهم طلب تصحيح وصحوه لي وأعطاوني مستخرج. في نفس السن اللي يكفل لي حق المعاش، وجبرته بناء على الطلب اللي قدمت، وجبرته على الإحصاء، وجبرته على رقمي الوطني اللي ناجح في كونكور أصلا 2000 معدل بيه كوليج دي غارسون، جيت مصلحة الامتحانات وهبطت عندها وجبت له الأدلة اللي هي والبراهين اللي تثبت على أن هذه هي خلافتي وعادتي التصحيح وعطتني التاقط. هاي التاقط أنا ماني شاك أنها مزورة، حاملة نفس الطابع وصادرة من جهاز من أجهزة الدولة، هو اللي مسؤول عن تصديرها والله عن إصدارها. جيت الرئيس محكمة وأعطاني قرار تطابق، على قرار تطابق لا من أجل تأكيد على أن هذا الشخص هو نفس الشخص، على أن هذا الشخص اللي خلاقه 89 هو نفس الشخص اللي خلاقه 85. اعتمد فيه على ان هذا الشخص اللي خلاقه 85 هم قالوا في البيان اللي ردوا علي به على انه هو على ان ادراج العقد الجديد على انه يدل على انه فيه نوع من اضافه شخص ثاني ما هو الشخص اللي كان عنده. قالوا ان هي 85 انه ما كان عندهم شخص خلاقه 89 ولأنه لين عاد جايب 85 عاد شخص ثاني، ولأن هذا هو اللي عاد منه مخالف للقانون. وهذا قرار تطابق صادر من عند رئيس محكمة، محكمة جنين، على أن هذا الشخص اللي 85 هو نفس الشخص اللي 89. هو قرار القاضي ثم أمر سنين ذاك هو اللي طرح، هو اللي قدامه إشارة استفهام اللي عدلني أنا دركت إياها تقريبا المسألة، ما نفهم لها شيء. لماذا يعود الحرس تحديدا هم المسؤولين عن تأمين السجون؟ موريتانيا فيها 15 ولاية، ولا في ولاية ما فيها سجون، فيها السجن والسجن فيه معتقلين موقوفين، وهذه الموقوفين قرارات توقيفهم كاملة صادرة عند رئيس محكمة. اللي عدلني ما فهمت المسألة، الطريقة اللي عدلني ما فهمت بها لماذا رفضوا قرار ذا الرئيس واعتمدوا قرار الرؤساء الثانيين، كما ماني فاهم الطريقه اللي رفضوا بها هذه الوثيقه واعتمدوا بها وثائقهم هم اللي عندهم. هي هذه الوثيقه نفسها عند رئيس الجمهوريه ونفسها عند قائد الاركان ونفسها عند قائد المكتب اللي ما بيعترف بها. الطريقه اللي قد يرفض بها وثيقتي انا اللي صادره من نفس الجهه اللي صادره منها وثيقته هو، شنو هو؟ خلطتي انا صقع الين جيتهم منعوني من الدخول اطلاقا، اعطاو تعليمات على اني ما ندخل. قالوا انهم عندهم في بيان شفتهم ردوا علي به، قالوا انهم عندهم الشبابيك يتم طرح والله ارسال التظلمات والشكاوي من خلالهم. انا ماني حاسس بهم، قلت لك اني ماني حاسس بهم، انا ماني قايل لك كذبوا، قلت لك ماني حاسس بهم، انا ماني حاسس بهم يا غير انا قاعد التظلمات والشكاوى لا ينطرحوا من خلال ذوك الشباب يكسروا مفهمين واعدين ذي المكتب، وانا المكتب جيتوا ودخلت على قائد المكتب رافد اوراقي وصاعني من مكتبه
معنى شنو فايدة الصقعات يعني مشي نطرحهم عن طريق شبابيك والله نلود الشبابيك اللي عادوا خارجين نطرحهم منهم ما دمت أنا ما دام هم جايسين لكن تو أنا جبتهم لك اللي تعترف بهم وصعتني شنو الفايدة من لود الطريقة ثانية يجوك بها؟ هو قطاع الحرسان أيوة أيوة وزارة الداخل زين شفت هم الجهة البصرية عليهم وزارة الداخلية، وزارة الداخلية جيتها وجيت للمستشارين وانا ما وجيت لمصلحة المعاشات وحاولت معاهم بعد مين فاتهم رفضوا يقضوا من عند الملف لأنهم يقضوا من عند الملف اللي يقولوا لأني أنا ماني جهة رسمية يقضوا يقضوا من عند الملف وزارة الداخلية جيت وجيت المستشار فيها ولين جبرته قال لي لأني نعدل طلب وعدلت الطلب وقال لي نطرحه عند سكرتير أنا جيتها اللي انت تدخل لها يجيك ما نعرف فيها قاعد ما مكتوب عليها شيء فوق ما مكتوب معي معرفة اللي أنا أعطوها لي وجيتها وطرحت عندها شكاية وتظلم جيت المستشارين في وزارة الداخلية ووصلت جيت وزارة الدفاع بما أن الحرس وطني جزء في تعريفها جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وبما أن قائد أركان الجيوش قائد الجيوش عامة جيت القيادة أركان جيت لوزارة الدفاع وعدلت عندها تظلم وطلبت لقاء بوزير الداخلية وطلبت لقاء بوزير الدفاع وكلهم ما أجبرت وجيت للبرلمان جيت للنواب وطرحت عليهم مشكلتي أنا قلت لك أنني من 2020 المشكلة ما هي من اليوم هي من 2020 ما بقى باب ما طرحته النواب هذا التجاوب معك النواب فيهم اللي ما النواب اللي ماتوا ما جزاهم الله خيرا لكن ما عندهم دخل ما عندهم فيه دخل مسألة ما عندهم فيه دخل ما عندهم فيه دخل شوف خارج نائب اتصلت به وقال لي اني نحاول نقدم اعتذار فهمت عن التدوين قطع عدلتها التدوين عدلت 2019 ذيك الساعة عدلني حق منعوني من حق المعاش عدل طلباتي ثلاثة وكلهم عدل طلب ونعدل 15 يوم نتحرى يجيني جواب ولا يجيني جواب نعدل طلب ثاني نعدل ثلاثة ما جاوني عدل طلب لقاء هذا هو السلم اللي يعطوا تتخذ المؤسسة العسكرية قال إن رجع عدل طلب يوجه القيادة سمعت من كلامك واضح من عدم حيط بالقوانين النظم الداخلية اللي نسوي القطاع اللي انت فيه إذا قطع منه يملع الأهل عندهم يكتبوا يكون ضمر من المرؤوسين أنت قلت عنك تفاتي في 2019 تدير اللي لا يقول لك أنك تعتذر عنه علاش إنك تغلط إلى النظم الداخلية لا ما في بوح بأسرار القطاع ذم 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 فرق بين إفشاء سر المهنة وذم فرق بين استشعار بروح الوطنية نفس الأمور جيدا أنا ما نتكلمت عن الجهاز الأمني ما تكلمت عن أنا ما تكلمت عن العتاد أنا ما تكلمت عن الجاهزية الأفراد أنا ما تكلمت عن تعداد الأفراد أنا ما تكلمت عن المنظومة الأمنية أنا ما تكلمت عن شيء من خلال فيه مس من الأمن أنا ما تكلمت عن الأمن ما تكلمت لا عن الأفراد لا عن التجهيز لا عن العتاد لا عن المعنويات لا عن أي شيء من شأنه مس من الأمن أنا تكلمت عن شعوري كمواطن موريتاني في طرف وبالنسبة للطرف الآخر يشوفني بالنسبة لي تملي علي قناعتي على النياط المدني دين يشوفني والله المواطن دين يشوفني يشعر بروح الانتماء لي ما يشوفني آلة مسلطة علي في الوقت اللي أنا ملزم بعلني نطبق التعليمات وعلني نقمعه وأنا نستشعر بوضع اللي يعاني هو منه لأني أنا معاه ونعاني منه هذا ما يخش في الأمن ولا يخش في اسرار المهنه لكن فهمتوا ده ما يخش في اسرار المهنه
أنا ما تكلمت عن الأفراد، ما تكلمت عن عتاد. أعلني نعتذر عنها لأن التدوينة السياسية أنا قلت أعلني كان عندنا كانوا فيهم مظاهرات في الولاية وكنت مسؤول عن عندي شبه فصيل كنت مسؤول بعض عن قمع هذه المظاهرات ومظاهرات حقيقة أنا كمل مواطنين نشري معهم الأسعار هي حول ارتفاع أسعار سعر الخبز قاعد تحديدا وأنا كمل مواطنين كاملين نستشعر بوطأة هذا السعر ونستشعر على النواعر وبيلي نشري وبأسرة ولا عندي داخل ثاني ونعاني كمل مواطنين كاملين نفذت المهمة اللي مسوني دالو بعد كذا كنت قاتل وشغل جناستي طلعتهم ورجعتهم اللي عاد تأسفت عليهم لا ما هو قضية أنني رجعت وتأسفت عليها في الوقت اللي أنا أفهم أنني هون بحكم وظيفتي ملزم قمعهم بحكم وظيفتي ملزم ابقى معهم ملزم قمع بكبح شهواتي انا نفسا في الوقت اللي انا عنه ملزم انا بحكم الوظيفه انا ملزم بها يا غير من رايي كانوا يا كاني انا نعدل حبا يا كاني انا نعدل عندي انا نعدل بحكم الوظيفه انا مأمور ملزم باني نعدل فهمت قلت لك ولا كانت تتعلق بالامن ما عندها علاقه بالامن وبالتالي ما قدرت تمنعني من الاستفاده من حقي بالطرق القانونيه اللي نعطي بها حقي انت عندك تدوينه هي سبب منعك تم المعاش ما نعرف انا ما قد نقول لك عندك التدوينه قبال هي سبب انا ما هي سبب منعي في المعاش انا هم المعاش اعطوه لي يا غير الخلل جاء من تاريخ الميلاد اللي هما دايرين لي اصلا وهذا تاريخ الميلاد باش هو ما هو مشكله عندي انا وحدي هو مشكله دائما تتكرر متكرره قلت لك على ان هاي المشكله متكرره يعني عندي اسباب انا طبيعي انا شفت هو المؤسسه العسكريه فتره من الزمن معينه باش نوصل معاك لعمق المساله فترة من زمن معينة ما هو كل حد كان يقيس المؤسسة العسكرية نتيجة تدني الرواتب نتيجة عند عدة أسباب تجعل الناس ما كانت صدع للوظيفة لكن فهموا كيلا في هذه الفترة كان يتم اكتتاب والله يتم طلب اكتتاب ولا طرح اكتتاب 304 جي 150 والله 200 والعلوم اللي جاية بطرق تنجاب الناس هي كانت وفي الفترة اللي عملت أنا فيها الصنادرة كنت لين الدزارتين تهرب على الصنادرة يتربوك ويجيبوك أنا معدلهم 102 في شهر 7 من 2002 في هذه الفترة قبالة أنا عدلت الصنادرة وعدلت وما عندي تاخر بلا أوراق بس ما قلت لك عن النهومة الأمن موريتانيا أنت تفصل في الأمن لا يتوفر لا من خلال ابنائها ما هي ليتك بعض الاجيال بتشغلهم ليتك بعض الاولاد اللي عندها تشغلهم النصوص القانونيه فيها ان ما يتم اكتتاب حد تحت 18 سنه ولا 16 سنه ولا فوق 25 سنه هذا كلاسي تم اكتتابه نهار اكتتابه عنده 34 عام عنده 34 عام هذا كلاسي ماتريكيلو رقمه العسكري 68 76 89 هو هذا خلاقه 68 68 ومعدل الحرس يوم 2 في شهر 7 من 2002 و2002 نتيجة عمل 68 تبقى لك 34 عام والوظيفة العمومية نص تعدل 18 25 هو تخطى 25 بتسع سنوات هو ما هو وحده هو معاه عندي كلاسات هو ما هو وحده يا غير هذه الظرفية الأمنية والحال اللي كانت في المؤسسة العسكرية كانت تطلب هذا يا غير هذه قاع ما هي الإشكالية لأني أنا عندي خطأ في تاريخ ميلادي هذا الخطأ اللي في تاريخ الميلاد الحرس ما قدرت تجبره في أي وثيقة عنده موقعة عام 2002 العام الفترة اللي تم اكتتابي فيها من المفروض أن يعود عندي ملف
نبغي نعرف انا اللي قابلني في الغبه هما ذي الاوراق اللي عندهم والله ذي الميلاد اللي عندهم جايبين من منين من منين جاء واخباره انا ماني عاطيه انا بالصدفه لا لا ماني حراسي بالصدفه ندير لك بالصوره في الواقع انا معدل كليه قرصون عدل فيها ديزيما 2002 تحديدا بدأ الصنادره يكاتبوا الجيش والحراس كنت نختار عدد ضباط صف الجيش من ضمن هما اصحابي قرنائي واصحابي في المحيط لا يعدوا الحرس جيت لجداتي يرحمها وتاني يرحمها وقلت لها انا نبقى نعدل الحرس مشاتني المساعد اول من حرس دهروا معي بعيد منه قالت له دورك قالت له دخل بلادنا في الصنادره قال لي معي خسر قرايته قالت له وقال نختار الصنادره ويختارهم عند القرايه قال لي ان شاء الله وني عاد نهار ما قد سبع ما اصبح جاني صندري وعاني ولي وعاني ومشي بيه وجابني وجينا ودخلنا طوف ونعطاونا التواقض دفعتي انا مضى تقريبا من ثلاث شهور اربعه في ماكشوط تنجمع تجمع كل مره يجونا 10 يجونا 7 يجونا 15 يجونا 18 الين اكتملنا 200 160 رفدونا وقاسوا بين المدرسه تمين الله من كل 15 20 شهر نزادوا ب 5 7 8 12 الين عندنا جمله سابق نتخرجوا بدري الشهر اخر اثنين جاونا نتخرجوا سابق نتخرجوا بدري الشهر هما التاليين جاونا ونضافوا لنا وعندنا 204 رواقيش الين تخرجنا وعندنا حرسين درجه اولى وصلنا ل 186 بعد الهروب الناس اللي هربت سربت وحدين بقات 186 ذاك فهمت ما عندي تاق ولا عندي خط الساعة عمرها لا يعود 16-17 ولاني مسؤولاني اللي قاعد ملوذ الوثائق ولاني مسؤول عن الكارت عندي ولا عندي تواقب تخرجت ونعطات الكارت بروفيسيونيل كارت بروفيسيونيل كانت في ماكشوط كانت في موريتانيا حد رافدة ما عنده مشكلة يركب وتماهي وديوني تماشي ما مسؤول حد عن الأخبار وبالتالي ماني مسؤول عن ميلادي ما دمت نشيت قال ونخلص ولا عندي قاع بين علاقه لان مولي السن ما كان في الرقم العسكري طاري له 2011 2011 كان الرقم العسكري كان الاربع ارقام راعي تحويلي 2004 قيس الزوالات رقمي العسكري فيه الاربع ارقام الاربع ارقام هاي ست ارقام طاريه له طرات ب 2011 ولا 2012 انا امشي بوثائق المؤمنات تقريبا تم ادراج هذا رقم تاريخ الميلاد تم ادراج الرقم العسكري هو ما كان خارج انا راعي هذا تحويلي 2004 تحويلي للزوالات 2004 راعي ما فيه يوم 12 في الشهر 12 شوف رقم العسكري ذا هو التحتاني شوف هو التحتاني 78 51 طرافي اربع ارقام كانوا عندي هون قاع وثائق 2008 2009 2010 ما فيهم ما هو اربع ارقام اذا تاريخ الميلاد تاريخ دخيل ما كان موجود وبالتالي ما هو ما تحس قاع انك ميلادك عندك فيه خطا هاي المساله الثانيه على اني انا كيف قلت لك على اني هذا الملف كان في مصلحه المصادر البشريه وانا كانت عندي حركه في القطاع في القطاع حركة في القطاع كيف نوفقت ونمشي ستاج ونقيست المدرسة ونقيست المدرسة وتجيكجا وقيست الحبس اشتغلت بالحباس اشتغلت في حبس دار النعيم ورجعت وهذا كلهم يطلب مساج يطلب برقية برقية اللي تعود حاملة الرقم العسكري 78-51 مولاها ما يقدر دخلها 89 وقائد المكتب المسؤول عن مصلحة المصادر البشرية والعمال اللي تحته يراعوا فيها دائما قدامهم كان يابطهم يعيطوا لي يلزموني بل اني مش نصحح هذا الخطا توا بس نحيل تخضوا طرف عند الخطا ذا من الزمن كامل ولا تلزموني انا به وكلكم يمشيني موفقتي ويمشيني محبوس ويمشيني مطلوس ويمشيني سمو تراب الين نفوت اليوم نعود ماشي ندور حقي تقول لي انا هذا احنا الخطا ما علينا تصحيحه والله الخطا بغيت تعود نبهتني عليه هذا الكلام ما في سياقه زيادة من الأخطاء المتكررة هاي شهادة حسن السلوك
ما هي بعد صادرة عند الحالة المدنية؟ هذه الحالة المدنية ما تعطيها؟ معايا؟ معك بعد والله. هاي ضاقتها الحالة المدنية ما تعطيها. صادرة من عند المكتب الأول. فيها ازدواجية في تاريخ ميلادي. الزر العربي فيها لأني خلاقة 89 وزر الفرنسية فيها لأني خلاقة 72. ها؟ هاي ركشة عليهم من لا يحمل مسؤوليته. من رأي كان وانا يتحمل مسؤوليته؟ محمل لا أنا مسؤولك أنت والله مسؤول للمتابع والله مسؤول للمتلقي. هذه فيها علني خلاقة يوم 23 في شهر 9 من 72. شو هذه حسن سلوكة؟ هي فيها علني خلاقة يوم 23 في الشهر 9 1972 72 وفي زر الى 1939 هاي صادرة من عند من؟ هذا واحدة هاي صادرة من عند من؟ اللي هو عند الحرس بطل هاي نتحمل انا مسؤوليتها. هذا قرار فصل هذا توجيه من قايد اركان الحرس الوطني. هذا حرس يتم فصله بالخطا. لا هذا حرس ثاني. تم فصله بخطا. تم فصله بالخطا. الجهه اللي مشات وما ادري كيلو مشى في وما ادري كيلو مشى. هو هذا اعطاه مولانا لانه عنده رجاج وتحرك في ملفه ورد ورجع. وطبعا هذا نوع من الاخطاء اللي يلاحق لا بد من يخرج توجيه لا اما من وزاره الداخليه ذاك فهمت قايل لك وذاك ذيك الملاحظه اللي لا اعطاها هي اللي عود مخلوف منها. اما هذا ذوقه لقد تناهى الى علمنا ان عنصرا من الحرس الوطني تم فصله من القطاع بسبب الهروب في الوقت الذي يخدم في وضعه التدريب. في الوقت اللي مشيته في وضعه التدريب مشاوا له برقيه على انه هارب وتم فصله من القطاع. معنى على اني انا ما قد نحمل مسؤوليه اخطاء مؤسسه. ماني مسؤول عن اخطاء مؤسسه. ولا حاجه تنبيه بس حاجه تنبيه. شفت نحن شفت المؤسسه العسكريه انا قلت لك قاع نحن شكلت علينا ساهي. شفت المؤسسه العسكريه محرم عليها حق النقابه. محرم عليها حق؟ النقابه. النقابيين ما يقدروا يعود فيهم النقابيين ولا فيهم حد يتكلم عن حد وكلهم يوصل حجته لعادي قد يوصلها ويوصلها عن طريق خط مكتوب طريق كتاب يقر فيك الخصام وانت الخصم والحكم شاكلك من راسك شاكلك من راسك وتو فهمت كي تقول ما فهمت معنى اعلني انا وركتي معنى كتبت هذا ما هو القضاء هذا ما هي استقلاليه رئيس الخطوات اللي مريت بها المعلم من ساعه حالتك بالمعاش الى اليوم هذا شفت له النتيجه؟ لا ما شفت له النتيجه اساسا قالوا لي اولا اني جيت لقائد المكتب قال ان الميلاد لا بد من يصحح جيت من؟ قائد المكتب عند منين جات الرساله قالوا عن الميلاد انه لابد انه يصحح ولانه هو الملف ما يقدر يدخل له مدخل ولين جيت للحاله المدنيه وعدلت الاستقصاء واعطاني مولانا جبرت الاحصاء وجبرت الادله والبراهين اللي تثبت عليني اخلاقي 85 وقدم طلب تصحيح وحقوق تصحيح ما جبرت وصحح ما جبرت حد يستقبلني. ولين صحح هم عاد 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 السبب انهم ما يقولوا ملفه بعد التصحيح وواخر علي اداراته مركزية. قالوا لهم اعلنوا مع احترام قالوا لهم احتراما للنصوص ونظم والنصوص القانونيه اعلنهم ما يقدروا يقبلوا تصحيح اعلنهم قالوا ذا هو اللي قالوا هم قالوا هم اعلنوا حفاظا على القانون اعلن رئيس المحكمه اللي عدل ما هو يلطو يعدلون وما يلطو يعطيني قرار التطابق وان الحاله المدنيه هم اللي ما يلطو تعطيني هذا واني قاعد عن اعتراقات ثاني قال انه ما القاضي ما يقدوا فرصهم ما يقدوا بطهم ولا قرار لا يصدر الحاله المدنيه
قال بالنسبه للقاضي القرارات الملزمه ما لي جبت ولا فدو، انا ما لي جبت قرار ولا فدو، قال لي نرجع له. حقيقة بالنسبة لي القاضي، انا كنت في المؤسسة العسكرية ونعرف على ان القوة العمومية حيوية كاملة على انها مطروحة تحت تصرف رؤساء المحاكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية. فاهم اللي قايل لك؟ ونعرف على ان اي قرار صادر من عنده على انه ما هو قابل للطعن ولا البت مننا احنا، نعرف على انه اللي يسمح له اللي مسموح له بيبت في قرارات ولا محكمة الاستئناف ولا المحكمة العليا. جهة ثانية كاملة ما هي مسموحة ما مسموح له. السبب ديالته تحقيق المعلومات ترجع له كقاضي يقول له انا القرار القيثي ضربوا به عرض الحائط. هما قاعد ضربوا عرض الحائط، ما هو بالقرار وحده، هما ضربوا عرض الحائط بالملف كامل. بالطاقة اللي صادرة بالمستخرج اللي صادر من عند الحالة المدنية وبقراره هو وبيانه نفسه. ذا كامل ضرب به عرض الحائط. وعرض الحائط ما هو مضروب الا بقرار رئيس محكمة، مضروب بذا كامل المجهود، ذا كامل المجهود، ومضروب ب 17 سنة من الخدمة. ذا كامل مضروب بعرض الحائط. وأنت أخوك كانوا شايفين هذا الشيء، عندهم عليك ملاحظات، هم روايات عدد المشكلة ما هي قاعدة تنحل، ظاهر أنك أنت هي الأسباب اللي عدت المشكلة ما هي قاعدة تنحل. شفت أنا شخصياً ما عندي مشكلة مع حد. أنا ما عندي مشكلة مع حد. قائد الأركان قاع مع عباس أنا جاي عاقبي. ومساعد قائد الأركان قد تدخلت مع عارفين ورا بعض الوحدات العملياتية في لجموك في تجمع حفظ النظام القتال رقم واحد في نواكشو ما فهمش شيء أساسا بيني معاهم، فهمت؟ وحقيقة قاع بالنسبة لي ما فهم عداء حقيقي ولا فهم اللي صداقة والله فهم بيناتنا شنو العمل اللي نعود العمل صالح نحن ما فينا اللي شايف على ثاني شيء واللي نخسر العمل مو اللي كله يتحمل مسؤوليته ذاك اللي مسؤول عن هذا والله ذاك اللي خسر واللي يدفع ثمن ذاك اللي عدل. وبالتالي ما نشوف اني عندي اساسا ما انا شخصيا ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي مشكله مع حد منهم. عندي موقف كنت عايش عليه وتميت عايش عليه، كنت نشتغل عليه وتميت نشتغل عليه، نعدل نعرف ظرفيه اللي نزاول فيها عملي نزاول فيها عملي، وشي بالنسبة لي ما يملي علي ضميري نتحمل عقوبة وتبعيات ذاك اللي يخلق لي ونقول لأني ماني معدل ونعاقب عليها وتم تحويلي تأديبيا، تم تحويلي تأديبيا 2004 لزوارات في مسألة داخل الصفوف أنا متحفظ عليها، كان موقفي من ذاك الموقف وتمت عقوبتي وتم تحويلي تأديبيا، تم تحويلي تأديبيا مولي لكجوجة 2010 على مسألة قبضت منها موقفي. لكن فهمت قايل لك قبضت منه موقفي ونعرف على انه مو خارج القانون، نعرف على انه مو خارج القانون، يقر عندي منه موقف وانا قبضته وفلان عدل ونتحمل مولي تبعياته، نعرف ذاك لا يخلق لي انا ما تبي الرقبه ما دمت تبقي المؤسسه والله ما دمت فيه ونقعد ما دمت مقتنع بيني واخو عنها على اني نطرح طلبي واخو انت ماشي كيف 2017 والله 2018 بعد افراز اعاده الشوط الثاني تعرضت مولي لعقوبه العقوبات كلهم عندها سبب، هذه التالية منهم سببها بالنسبة لي أنا كيف قلت لك كنت ضابط صف، أنا كنت ضابط صف كنت رقيب أول تحديدا وخارج شيء خارج نظام داخل المؤسسة أنا ملزم به، قال ماني ملزم بالتعليمات العشوائية والله العفوية جيت وفي صادرة من أنا ملزم بالنظام الداخلي المؤسسة، أي شيء نص عليه النظام الداخلي المؤسسة مع أنه ما أقرر لي مبدئيا، يقال أنا اكتسبته من خلال أي شيء يمليه علي النظام الداخلي المؤسسة أنا ما أتبيه الركبة ونعدله. شيء ثاني جاي أبو زيد والله عمر من لبنته أنا بالنسبة لي ما ينطبق علي ونقبل منه موقفه ونتحمل مسؤوليته ونتحمل تبعياته كل اللي يخلق لي فيه وعدلتها واخر اخر 2018 اخر 2018 فهم وعيط المكتب الثاني وسولني وقلت له موقفي من القضيه، قلت له موقفي من المساله وحاولوني تاديبيا وقست المدرسه وتميت فيها على اني لا يعود مدرس لين عقب خليك تحويل مولي ومشاو مشوار تجكجه، جيت تجكجه وداروني قائد مركز سجن تجكجه
وتميت قائد مركز سجن التجريبي جايين ملات عليا قناعة على اني توف ما تيت مواصل. قبلت طاقة بيضاء مولي وطلبت فيها حق منه. قدمت لهم طلبات وبدوا اولا ما يتعارضوا مع شيء. لا 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 ما يتعارضوا مع النظام الداخلي ولا شيء شنو. زيادة خارج شيء قالوا الهرم القانون. النظام الداخلي المؤسسة ملزمة لا لحد في المؤسسة. أنا وقت فيها تعليمات الحرس ولا الجيش ولا على أفرادهم ومذكرات عملهم ما يرقوا لمستوى القانون العام ولا القانون الخاص ولا القانون الجنائي الموريتاني، وبالتالي أنا ماني ملزم بهم. أنا اليوم ملزم بالقانون الجنائي الموريتاني كمواطن موريتاني إلين نعود نشتغل معكم أنتم، ملزم بالنظم الداخلية لمؤسستكم أنتم. إذا الحرس والله اللي نبقى نفهمك على النظام الداخلي المؤسسة اللي نعود متنافي في أي شيء منه متنافي مع القانون العام، نظام الداخلي المؤسسة ما تروح جانبه لأنه هو فوق. كذلك القانون الجنائي العام الموريتاني اللي يتنافى مع المواثيق الدولية ينطرح هو مولي جانبه، لأن هذه مواثيق 193 دولة أكبر منه هو. الطريقة اللي تنحكي كانت من هو نختار نقولهم على انهم هم اللي نعدوا هم نقول انهم كاتبون الى 89، على ان هذا مخالف القانون الطيف معناه انهم شكلوا قاصر. تفهموا كيف لك؟ ودين يعودوا هم اللي هم يعترفوا لا بها، ما هم معترفين بذي الاوراق الثانيه كامله اللي شفت لهم. انا ما عندي قاع مشكله يعطون لي حقي، هو حق انا مشروع لي وكافي القانون. تو ما تقدروا تشغلوني 17 سنه و7 اشهر ويبقى حقي معلق بين ذوك يقولوا لي انت ما فتل حاجه، وانت انتم تقولوا لي نحن ما نقدروا نصحوا صحوا يخلط بين هذا حقي انا بين باطو مرفق. انا قولوا لي ما استحقت 15 سنه، قولوا لي ما استحقيت الحق، قولوا لي ما هو عودان لي ما تعطوه لي لهذا ولا تعطوه لي تصريح ويتم يلخ بيناتكم انتم الثنتين ذوك. نحن الملف مالتنا عندنا مشيناه لهم هم يعالجوا، نحن الملف مالنا معالجين وخالق ذاك مشيناه لكم ذي مشيتوا انه ما هو صالح. هذا بالنسبه لك انت والله بالنسبه للمتلاقي. زياده شفت خالقين امور انا ما نبغي نقوص فيها، خارجين امور انا ما نبغي نقوص فيها. لكن تختار تتكلم عن وتون تتكلم عن الباب يا قر. انا قاعد اللي لاين نقول السيئه وذاك اللي يقول عن المعلومات هو المسؤول عنه انت والتعب. انا ما هو بس تقول يكون ذي قناعته انت والمعلم طلعنا على وضعيتك قبل الوفر لك براء الاعلامي من خلال ذي براء الاعلامي يقول مشان لك انك توصل الجهات المعنيه عن طريق استيقاع السطح او عن طريق الناس اللي تقد يوصل للبث مباشره. زين انا ما ذاك اللي ظاهر لك انت أنا اللي ظاهر لي أنا إنه قناعتي مسألتي أنا مسألة مفروغ منها بالنسبة لهذا حق مشروع لين يجبره طال الدار ما طال بدأ ينجبر بعاملين والله جت عوامل. عامل أول ما ضاع حق وراهم طالب وأنا ماني مفصل معهم، أنا دور الطالب بي ودور أنت مطالب بي سواء أعطاه لي هم اليوم وسواء ما أعطاه لي دور مطالب بي ماني تراجع عن المطالب لان هذا من مواقف الحياه. يعني الشيء عندي فيه الحق بالنسبه لي ما نتنازل عنه، الشيء ما عندي فيه الحق ما ندور، وهو عندي فيه الحق وبالنسبه لي ما نتنازل عنه. دورت المطالب بي وين اموت في سبيل المطالب بي والله اموت مزت المطالب بي بالنسبه لي انا لين اموت شهيد. معنى علمني ماني لين اموت معنى علمني ماني لين اسكت عن حقي تحت اي ظرف من الظروف. دور المطالب بي وندور نوصل الجهات المعنيه ونوصل لتظلمي كيف تعدلت سابقا نجي المنصات ونجي وسائل الاعلام جيتهم هم وتوددت لهم وطلبتهم بالربيه وناشدتهم انهم يعطوني حقي. وجيت المكتب المعني وجيت المكتب الثاني اللي هو المكتب المسؤول عن الامن وصلت جبار تلقاج وصلها لقائد الاركان وجبار تلقاج وصلها لمساعد قائد الاركان ولا تحركوا في قضيتي. وانا قضيتي ماني لين اتنازل عنها تحت اي ظرف من الظروف ماني لين اتنازل عنها. يا غير انا اللي ما هم لك عندي واللي حاز فيا على اني انا بما اني كنت رقيب اول وتمت احالتي للجيش الاحتياطي والله بعض من المحتمل ان نعود في الجيش الاحتياطي كنت نبقي تعود مزروع فيا اللي تفصل فيا موريتانيا الصبح
علينا اللي نرجع له. ما نعود نظلم هذا النوع من التظلم ونخله ماشي ممنوع من حقي. هذا بالنسبة لي ما هو صالح ولا هو يلا يلتي نعود مقيد ونعود يعرفني وطني في شدتي ونعود أنا نعرفه هو لين يفصل وأنا يعرفني بعض الفرخاءه نعود أنا نعرفه في شدتي نعود لين يفصل فيه. ولو عدت في الصين نركب ونقيم جاي نلبي نداء الوطن ما زين عندي نمشي من عنده نشوف على أن المتنفذين فيه والله على أن المتحكمين فيه على أنهم عدين لي شيء ما هو يا الله ما يبعث على أن يصبح الله الثاني نرجع له إلى فصل فيه يسوق أنا عد فمني قدر ما قلت لك أقولي على أن نبقي مدني عودي نشوف العسكري يشعر بروح الانتماء كذلك أنا مولي نبقي بل منين عدت نعود نحس بوطني ونعود نحس بوطنيتي ما نبقي نعود جميع الجهات اللي في شوف تقريبا مسلطة علي ما هو على ملتي أنا الصورة معايا كيف قلت لك عني الحمد لله تعالى أب الأسرة عندي سبع شاشة الحمد لله في واحد مصاب بمرض السرع ونكتب له أدوية جامحة وأنا أحيانا كنت عاجز عن نغطيها. خلط من المؤسسة خدمت فيها 17 سنة ما عندي أمل فعلهم يقدروا يداووه لي والله يقدروا يرفعوه لي ما قد نطمعها فيها في الوقت اللي أنا الرد ندفع لها عرق جبيني ودمائي وكانت تقعد خاطني مطنحة في انقلاب صالح والله في انقلاب فرسان تغيير وكانت تقعد خاطني مطنحة في أرض ثانية ونعود رغم المجهود كامل اللي نعطيه ما نستحق عليه لأني تسوى لي مشكلة عندي فيها الحق في قطاع أنا خدمت فيه. إذن هذا النوع من الحالات أنت اللي معدله العطاء اللي تتحرمني أنا شنو أنا جيت المؤسسة العسكرية 2002 نخلص بورس 3100 وقيل شهر 3100 وقيل شهر من يوم 2 في شهر السابع لين عاد 2002 عدت حراسي درجة أولى عدت نخلصها 12800 وقيل قاطع لوالدتي منها 5000 يعني أنا حضر من أسرة معي فقيرة وأنا هو الكبير عند أمي قاطع لي منها 5000 تبقى لي أنا 7800 البورس والراتب هذا الراتب بالعلاوات بكل شيء 12800 معايا 5 سناطر والله 6 تم تحويلي أنا معايا واحد لزويلة وعقبوا جاوينا واحدين وطارحنا وكرينا بيت وكنا يطرحها 5000 وتبقى لي 2800 نصير بها شهر وحرسي اشتغلت بقناعة إذن المؤسسة ما جيت ندور فيها الفضاء غير أموري طبيعي طبعا أنا كبرت وعتبوا أسرة وعادوا عندي تركة وعادوا يطلبوا المادة لابد لهم المادة يقرأوا لا بالمادة يأكلوا لا بالمادة يسكنوا لا بها يشربوا لا بها شفت أن العطاء اللي نعدل عنه ما عنده مقابل شفت أن العطاء ما عنده مقابل ما أعطاك لي 12 من عشرة ولا 12 في عشرة من مساحة مليون كيلومتر مربع زايدة تشوف طارق ما عندك منه إطلاقا أنا كنت أصنف الوحدات العملياتية تنقاد الصنادرة دائما مرابطة على الحدود ودائما والله عاد راكسيا طارين الأحباس عاد عندهم وحدة كنت نشتغل أصلا لا بالأحباس والحكام ما دركتهم زاد عندهم تراب يعطوه ما قد اشتغلت معهم زاد عندهم تراب يعطوه لا قد استفدت من تراب رقم الوطني عندكم أي رجاج يجي يعود المتابعين فيهم واحدين يشتغلوا في بلادي رقم الوطني ذوق وهدور بقاركم في ما تقدر تلحقوني قد استفدت من تراب
بو الحمد لله يسوع الشاشره وحركة شبابي في هذه المؤسسة. وشفت وضعيتها. هو اقتنعت عليني نمشي عنها. وطلبت حق مشروع لي ونعطى لي. ثم تعرقلت بسبب خطأ بسيط. وعمل إنسان متلازم على الخطأ لا بد أن يعود فيه خطأ. ولا يخلو من اللي عمل الإنسان من خطأ. وعاد فيه خطأ وتم التغلب عليه الخطأ. تم التغلب عليه الخطأ. من الجهات المعنية تصحيح الخطأ. ينبغي أن يصحح من أبطالي. قهري أنا سنتين. أنا بتتواغط ما نجبر حد يشد معي الأخبار هذا ما هو يلا. واللي ما فهم بأسباب والله تداعيات. أنت راك حيّل الأسباب الجهات المعنية كاملة قبل. أنا بالنسبة لي كسرت الأوفار. أي جهة تجاوب معك ما هو الوجهات المتين اللي هي جهة اللي صحت لك الرغبة ولا القضية؟ لا فهم وجهها جيتهم جزاهم الله خيرا. كلهم تحفظوا على أساميهم نظرا أنهم يقعدوا ما يبقوا أحد يذكر أساميهم. تعاطفوا معي تواصلوا بهم. كلهم ما حصل شيء. كله ما حصلش. شنو ردود قاتلك التعليم اللي جاوا؟ يتحفوا عليه ما انا بقي نزيج بهم وبذاك. على كل حال نشكرهم فيهم اللي يتصل عليهم انا قاعد. يتصل القائد يقول لي حلو نقول له حلو فلان يتصل لي انا قاعد يزور. يقول لي مشيت ماضي نهارين ثلاثة ارجع له يقول لي قالوا لهم كذا ما هم قابلين هذا. أنا ما عندي مشكلة أنا ما نشتغل مع بيرس فرانس ما عندي مشكلة معه. زين أنا رسالتي اللي موجهة تحديدا قطعت عدة رسالة تواصل من موقع أخباري. بالمناسبة عاد لهما عنده الرد وجيت وياه من دور حق الرد وقال لي انه ما يعدل ذاك لانه ما يعدل ذاك وتقول قال انه ما يعدل لانه هو ما هو طرف ولانه وصل رسالتي انا وبردهم هم ولان كابني خلاص من المناصب ثاني. رسالتي كانت موجهه وما زالت موجهه دائما الرئيس الجمهوريه بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه والوزير الداخليه بصفته صاحب الوصايه للحرس والقائد العام للجيوش والوزير الدفاع والوزير المالية بالتدخل وإنصافي وتصحيح وضعيتي وإعطاء حق المعاش. هذه رسالة خير موجهة. رئيس الجمهورية وزير الداخلية وزير الدفاع والقائد العام للجيوش لأنهم وزير المالية لأنهم يسووا وضعيتي إلى عادوا إلى يقبضون لذلك 89 يعطوني لي حقي ولا عادوا لا يقبل التصريح يعطوني لي حقي لأني بعد لا ما نأخذ بين بطن مرفق ما نعطى لي الحق ما نعطى لي لذو لا نعطى لي لذو أنتم ماشيين أنا سكنا شكرا جزيلا شكرا لك الوقت الثاني اللي أعطيتها واللي حاول من خلال تسليط الضوء وضعيتك هذه اللي وضعي حقيقة مزرية من خلال الاطلاع على تفاصيلها بذلك كنت تحكي عن التفاصيل واجي لك مع الولاد ان شاء الله لان قضيتك توصل للجهات المعنية لان ان شاء الله تجبر طريقها للحل بس على وقت ممكن نتمنى لك شيء بعد الله يشفيك ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله ما يحتاج الله يحفظكم ان شاء الله يا رسول الله شكرا.